نبدأ برسالة السائل محمد، يقول: السلام عليكم. في بلدتنا مسجد بني فوق المقابر، علما بأننا لم نعلم أن هناك مقابر، حيث قام رجل بالحفر فوجد عظام الناس، هل تجوز الصلاة في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإنه من المعلوم السنة النبوية كلام أهل العلم أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك لأنه وسيلة إلى الشرك. وما ذكره السائل من أن مسجدهم بني على مقبرة فوقها، هذا تراجع فيه الجهة مسؤولة عن المساجد وينظرون في هذا الأمر، لأنهم مسؤولون عن مثل هذا، فما ينقل المسجد، ثبت هذا ينقل المسجد لأنه حادث والمقابر سابقة له، فيزال المسجد ويبنى في مكان آخر. نعم.